السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانه ان شاء الله. مبروك عيدكم وكل عام وانتم بالف خير. واخا جات معطله كي دوزتوا العيد، كلشي داز مزيان، كلشي داز بخير وعلى خير. وشكرا لكاع البنات اللي دخلوا عندي الواتساب وانستغرام كيسولوا فيا، كيقول لي فاطمه غبرتي علينا، ما بقيتيش حطيتي لنا حتى شي فيديو، ما شاركتيش معنا نهار العيد، الروتين ديال نهار العيد، ما بقيتي حطيتي حتى شي فيديو ديال شي وصفه. كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، سولوا في الله يسول فيكم الخير والرباح. الحمد لله وشكر لله. واخا هاد القناه ما كسبت منها والو، كسبت منها الناس اللي هما طيبين، الناس اللي هما زوينين، تصاحبت مع بزاف ديال البنات من خلال القناه كيسولوا فيا، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. باش ما نبقاش كل وحده نجاوبها بوحدها، صيفط لهم غير ميساجات قصيرين، وباش حتى الناس اللي عندي في القناه حتى هما يعرفوني علاش غبرت. بغيت نقول لكم يعني في هذا الفيديو هذا نقول لكم شنو اللي غبرني وعلاش غبرت. الحمد لله وشكر لله على كل حال. بغيت نشارك معكم في حقيقه هذا العيد هذا، بغيت نشارك معكم الروتين ديال العيد مجدده، كلشي غادي نصور لكم، غادي ندوز واحد النهار اللي يكون زوين ديال نهار العيد وغادي نصوره لكم. ولكن ما كتبش الحمد لله والشكر لله اللي جات من عند ربي، مرحبا بها، ولكن ربي حاشا واش كيبغي لنا شي حاجه خايبه، داكشي غير مكاتب وصافي. علاش غبرت عليكم البنات؟ ما صورتش حتى شي حاجه لحقاش راجلي مسكين مرض ليا نهار الثلاث اللي قبل العيد، الثلاث ولا اربعه والخميس غادي نعيدو، مسكين مرض ليا نهار الثلاث، جاه قطع اللحم في رجلو، صافي ما بقاش كينوض، ولا كيدير غير العكاز باش كينوض، ولا كيعطي الحريق بالليل وبالنهار، ما بقاش كيمشي لخدمته، داز عليه واحد الالام، والباقي لحد الان باقي عيان. ولكن دابا الحمد لله شي شويه، واخا مشى عند الطبيب، مشى عند الطبيب نهار الاربعاء اللي قبل العيد، وعاود مشى عاوتاني اليوم عند الطبيب، وشي شويه دابا شي شويه، ولكن الحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد. هذاك الشيء علاش البنات غبرت عليكم، ما بقيت صورت حتى شي وصفه، ما شاركتش معكم لا الروتين ديال العيد، هذا هو السبب علاش غبرت. لحقاش راكم عارفين ملي كيمرض لك راجلك ولا وليداتك ولا خوتك ما كيبقاش عندك الخاطر حتى لشي حاجه. واخا الحمد لله يعني تقديت كلشي، كاع داكشي اللي كان خاصني للعيد، شرينا حولي زوين، خملت داري وجات كلشي، ولكن قدر الله ما شاء، يعني قدر الله ما شاء وفعل. الحمد لله وشكر لله على كل حال. ملي طاح ليا راجلي صافي ما بقيتش يعني بقى عندي الخاطر لا التصوير ولا التليفون هزو ولا حتى شي حاجه، حتى لدرجه كاع الناس اللي صيفطوا ليا في الواتساب نهار العيد ما هضرت حتى مع شي واحد. وراكم عارفين عاوتاني مع يعني نهار العيد كتكون الذبيحه وكيكون تمره، وما عنديش العوين يدي بوحدي، ما حيلتي التمره ديال حولي، ما حيلتي البنيات خصني نقابلهم، ما حيلتي راجلي اللي مريض خصني نشوفو ماله. والحمد لله والشكر لله، الله ملك الحمد، الله ملك الحمد على كل حال. هذا الشيء اللي غبرني عليكم خواتاتي، هذا الشيء اللي كاين. الحمد لله دابا راجلي راه شويه ولا لاباس، ان شاء الله غير يتقعد هاد اليومين هادي ونشوفه ولا بخير وعلى خير، ونفرح بالقلب ديالي نشوفه الحمد لله بصحيحته. وهذيك الساعه غادي نرجع ان شاء الله نصور لكم وصفات مجدده لكم، بزاف ديال الوصفات اللي هما زوينين. واحد الاخت قالت لي بغينا شي وصفه ديال، كتبت لي في التعاليق وقالت لي بغينا شي وصفه اللي كتخلي الريحه زوينه في الشعر، ان شاء الله غادي نحطها لكم، ونحط لكم بزاف ديال الوصفات زوينين، غادي نسجل لكم كاع دوك الوصفات اللي كنعرف زوينين ان شاء الله اللي غيفيدكم، غادي نحطهم لكم ان شاء الله. المهم خواتاتي هذا الشيء اللي كاين، غير الدعوه مع راجلي ان شاء الله يولي بخير، وان شاء الله يرجع صحيح كما كان، وان شاء الله خواتاتي ارم عندكم في الفيديوهات وفي الوصفات ان شاء الله هادشي اللي كاين خواتاتي. المهم شكرا لكم بزاف، كاع الناس اللي كيسولوا فيا وكاع الناس اللي مشطونين عليا وكيقول لي مالك غبرتي، شكرا لكم بزاف بزاف. والناس اللي كيكتبوا تعاليق زوينه اللي خطيكم عليا، والله يعطيكم صحيحتكم، والله يعطيكم كل ما كتمنوا. هادشي اللي كاين خواتاتي. المهم طولت لكم هذا الفيديو، ما عرفتش شحال غتكون فيه دابا من دقيقه. هادشي اللي كان خواتاتي، هذا هو اللي كان مغبر عليكم. يلا خليتكم على خير، تهلاو ليا فراسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.